السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام. إن شاء الله اليوم سوف أقدم لكم أحد أفضل الوصفات على الإطلاق، والوصفة هذه فعالة ومضمونة ومجربة، لكن طبقها بحذافيرها وكما سأشرحها لك بالضبط، وإن شاء الله ستحصل على نتائج مرضية. لكن أحب أن أنوه وأحب أن أقول لكم أنه يوجد أشخاص عندها مشاكل بخصوص الموضوع هذا، ونحن نحاول أن نقدم حلول سهلة وطبيعية ومفيدة وإيجابية، يعني تجلب لك نتائج سريعة بإذن الله. وكما أنت تعاني من مشاكل لا قدر الله وتبحث عن حل لها، إن كانت مشاكل أو أمراض لا قدر الله وتبحث عن طريقة لعلاجها، فكذلك هناك أشخاص تبحث عن علاج لهذه النوعية من المشاكل. لهذا لا أريد أي أحد أن يتضايق أو ينزعج لأني أنزل وصفات من هذه الوصفات. وياريت قبل أن نبدأ الناس تعمل لايك للفيديو، اللايك ببلاش، اعمل لايك ونروح مباشرة للوصفة. الوصفة مجربة ومضمونة، بس ياريت تسمع طريقة التحضير أو طريقة الاستعمال بمعنى أصح، ياريت تركزوا بطريقة الاستعمال. طيب، ما هي المكون الذي سوف نستخدمه؟ إنه زيت جنين القمح. نعم، إن زيت جنين القمح يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وهذه أهم خاصة له، وبنفس الوقت يعمل على تمديد الأنسجة. يعمل على تنشيط الدورة الدموية، هذا رقم واحد، ويمكنك طبعا أن تبحث عن المعلومات هذه وتتأكد بنفسك من المعلومات التي أخبرك إياها. ممكن أن تدخل إلى مركز البحث جوجل، تبحث عن فوائد زيت جنين القمح للدورة الدموية، وسوف تفهم الكلام الذي أقوله بشكل صحيح. رقم واحد، ينشط الدورة الدموية. رقم اثنين، يعمل على تمديد الأنسجة، وهذه أهم شيء حتى نحصل على نتائج إيجابية. إذن رقم واحد، لازم تنشط الدورة الدموية بجسمك. رقم اثنين، لازم يكون تمديد الأنسجة، لأن هذا هو الفرق الذي ستشعر به. حسنا، ما هي الطريقة بالضبط وطريقة التحضير أو طريقة الاستعمال؟ طريقة التحضير لا توجد أي طريقة، بكل بساطة اجلب أي نوع لزيت جنين القمح من الصيدلية، سهلة وبسيطة. رقم اثنين، طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال هذه يجب أن تركز معي جدا جدا فيها وتعملها بكل دقة مثل ما سأخبرك به بالضبط. سوف تستخدم زيت جنين القمح عن طريق التدليك. سيكون التدليك بشكل دائري. حسنا، كم مرة؟ من 100 إلى 300 مرة. نعم، 100 إلى 300 مرة بشكل دائري. هذه استعملها خلال 5 دقائق تقريبا، وسيكون التدليك بشكل دائري، يعني مش تلف وترجع، لا، أن تدلكه بشكل دائري وباستمرار لمدة 5 دقائق، وسوف تعمل من 100 إلى 300 مرة أو كما تستطيع. حسنا، كم مرة باليوم؟ مرتين يوميا، مرة في الصباح ومرة قبل النوم. الطريقة سهلة وبسيطة، نكررها مرة ثانية. طريقة الاستعمال، التدليك يجب أن يكون بلطف من 100 إلى 300 مرة ولمدة شهر. وأنا أشدد وأكرر هذا لأنه سوف يصلني تعليقات بخصوص كم مدة العلاج أو كم مرة وإلى آخره. استمر عليها لمدة شهر، لمدة شهر كامل، تعمل من 100 إلى 300 مرة، وتكون مرتين باليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. أي أحد لديه أي سؤال اتركوا بالتعليقات أو تواصل معي عبر الواتساب أو الإيميل، وسوف أرد عليكم إن شاء الله. ولو رغبتم بمنتجات أخرى لتكبير من كريمات أو حبوب، زوروا موقع
مركز علاج وتعرفوا على منتجاتهم المحسنة للحياة الزوجية. دمتم سالمين وواثقين من أنفسكم.